الجميع بيقول ده هيمشي، ايه اللي هيفضل؟ ممكن اوري حاجه جزء من اللي هيفضل. نشوف ايه اللي هيفضل في متحف التحرير. احنا فين هنا يا سيادة الوزير؟ لغاية من نوفمبر كانت دي قاعة المومياوات الملكية. في قاعتين للمومياوات الملكية في متحف التحرير. دي كانت واحدة منهم، ودول اللي هم هيتنقلوا إن شاء الله خلال أيام للمتحف القومي للحضارة المصرية. فإحنا في ذكرى تأسيس المتحف في نوفمبر الماضي افتتحنا مكان قاعة المومياوات الملكية، قاعة اسمها الخبيئات. يعني إيه خبيئات؟ لو حضرتك تقربي معايا أقول لك يعني إيه خبيئات. ده منظر الجبل غرب الأقصر. إحنا هنا في الغرب، دي منطقة اسمها الدير البحري. الدير البحري حتشبسوت ده حتشبسوت، واللي كان قبليها منتحط بن بحي بتراع مؤسس الدولة الوسطى. ده كان مكان مقدس للمعبودة حتحور، وراه في وادي الملوك. المعبد ده قصاده الناحية التانية خط مستقيم معبد أمون رع بتاع الكرنك في شرق النيل. عشان كان في عيد مهم جدا بيربط الكرنك وبيطلع وبينتهي في الدير البحري، عيد الوادي الجميل. هنا في منطقة الدير البحري لقينا ثلاث خبيئات مهمين. أول واحدة اللي هي شمال معبد حتشبسوت اسمها خبيئة باب الجثث. دي لقينا فيها 153 مومياء لكاهن من كهنة أمون. هنا في النص لقينا خبيئة كهنة مونتو. هنا في الجبل خبيئة الملكية الأولى اللي طلع منها عدد كبير من المومياوات اللي هتتنقل إن شاء الله خلال أيام، دي اللي اسمها خبيئة تدبير البحر. بالإضافة للثلاث خبيئات دول في خبيئة تانية اكتشفها دكتور مصطفى وزيري وزميلاتي وزملائي في مجلس أعلى الآثار، خبيئة العساسيف على بعد مئات الأمطار موجودة في نفس المكان هنا. وراهم بقى في وادي الملوك في خبيئة أمنحتب الثاني اللي لقينا فيها 10 مومياوات من اللي هيتنقلوا. فدول ثلاث خبيئات لمومياوات تم اكتشافها في منطقة الدير البحري. دي بتاعت المومياوات الملكية اللي هي 1881. الثاني واحدة للمومياوات الملكية بتاعت أمنحتب الثاني. خبيئة الدير البحري طلع منها مومياوات وتوابيت مهمة هتتنقل إن شاء الله في الموكب، ولكن فيهم شخص مهم جدا مش هيتنقل في الموكب، لأن المومياء بتاعته موجودة في متحف الأقصر، لكن تابوته هنا اللي هو أول واحد هنا اللي هو أحمس قاهر الهكسوس ومؤسس الدولة الحديثة. اللي هتتنقل هي المومياء بتاعت والده الملك سقنن رع اللي بدأ الحرب واللي مات أثناء حرب طرد الهكسوس، ثم أكملها بعد كده ابنه، ثم أنهاها ابنه الآخر الملك أحمس. فمومياء أحمس في متحف الأقصر. في متحف الأقصر، ولكن التابوت بتاعه بيستقبل، عشان هو يعتبر أهم تابوت عندنا، فهو اللي بيستقبل الزائر اللي جاي يزور منطقة الخبيئات. كل القطع اللي موجودة جوه هي قطع اتلقت في الثلاث خبيئات دول. خبيئة باب الجثث بتاعت كهنة أمون، خبيئة كهنة مونتو، وخبيئة الدير البحر. أما خبيئة المحطب الثاني فدول اللي هم هيتنقلوا بالكامل إن شاء الله. وبالتالي أحمس تابوت أحمس موجود هنا بالزبط. مش هيتنقل. لا مش هيتنقل لأن الموميا بتاعته في متحف الأقصر. هنعمل ايه في قاعة المومياوات بقى اللي هي كان فيها المومياوات؟ عملنا خلاص وافتتحنا فيها في نوفمبر الماضي قاعة للخبيئات. جبنا قطع أثرية كان معظمها في المخازز حضرتك بتتكلمي. والمشروع ده أنا اتشرفت إن بدأته وأنا مدير للمتحف سنة 2015. قدمنا على منحة اسمها الـ US Ambassadors Fund وكسبناها، وتم توثيق 626 تابوت خشبي معظمهم كان في مخازن المتحف، وتم عرضهم بشكل لائق وافتتحناها في نوفمبر في حضور السادة السفراء.